يواصل مهرجان العالمين الجديدة تقديم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية ضمن دورته الثانية، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل. المزيد عن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العالمين رصدها لنا الزميل محمد رياض مراسل دي أم سي. مساء الخير عليكم، خالص تحياتي. بتتواصل فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية لليوم 17 على التوالي. الحقيقة هناك العديد من الأحداث، بل كل ساعة هناك فعاليات بتجذب العديد من الجمهور الذي جاء لكافة فعاليات المهرجان. الحقيقة هناك إشادة كبيرة جدا بالتسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة النقل لنقل كل الرواد إلى مختلف الفعاليات في مهرجان العالمين. الحقيقة اليوم بيشهد عدد من الفعاليات، أبرز هذه الفعاليات هي حفل لفرقة المصريين، الفرقة التي كونها الموسيقار هاني شنودة في السبعينات. هذه الفرقة التي سوف تحيي عدد من الأغاني القديمة، والتي لا يزال الجمهور والمواطنين يتذكرون هذه الأغاني، زي أغنية ماشية السنيورة وأغنية وما تفتكروش يا بنات إن الجواز راحة. الحقيقة يعني هذه الفعاليات بالإضافة إلى الألعاب والفعاليات الموجودة والمنتشرة في مختلف أنحاء المهرجان، هناك أيضا العروض المستمرة وحجوزات البادل وأيضا عروض الباراموتور، بالإضافة إلى الحجوزات الخاصة بكرة السلة والكرة الشاطئية ومختلف العروض ومختلف الألعاب الموجودة في المهرجان. الحقيقة الأصداء الخاصة بالحفل الناجح والمبهر للفنان تامر حسني، والذي كان بالأمس، لا تزال أصداؤه موجودة في مدينة العالمين وداخل المهرجان. كل الحضور يتكلمون عن هذا الحفل نظرا للنجاح الباهر الذي حققه هذا الحفل. النجم تامر حسني أحيا الحفل بعد كبير جدا من الأغاني التي لاقت قبول واستحسان وتفاعل كبير جدا وحماس مع الجمهور، بالإضافة إلى الألعاب النارية والفاير ووركس اللي تم تقديمها بالأمس في الحفل. الكل من الجمهور خرج مبسوط، وكان هناك تفاعل كبير جدا مع الأغاني وهذا الحفل، ولا تزال الأصداء موجودة حتى هذه اللحظة في مدينة العالمين على هذا الحفل الناجح. اليوم كما ذكرت لكم هذه هي الفعاليات، وسوف نوافيكم أول بأول بكافة الفعاليات وما يستجد داخل فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية. إليكم مرة أخرى، تفضلوا.